الحدث غريب وقع اليوم في الحي محمدي في حي سمارة، حيث ان كان واحد يعني سميتو طوموبيل ديال سيارات الامن تابعه واحد الشفاره، وما طوموبيل تابعهم جايه بسرعه من مطار دارو، وجا الطوموبيل ضربات شي حد جوج هنا. يعني وقعت حادثه، جوج طوموبيلات تشخشخو غولف، واحد كليو كات تما بجوجهم تشخشخو، وما الدراري اللي كانوا الشفاره هربوا، وما سميتو رجال الامن تما ما كاينش واحد اللي تصاب فيهم، وراه هزو دابا كتشوف هزو الطوموبيلات كرونا الدعوه هنايا. المهم راه جوج شفاره هما اللي كانوا تابعين، هما هربوا راه خلاو الموطور ديالهم، راه هو هزو في الديباناج. وبالنسبه لهاد المنبر هذا خويا، الشفاره راه كتروا هاد الايام بزاف، يعني بنادم رد البال ما يبقاش يخرج بالليل والعيبات، راه الشفاره كتروا هما الوقت راه كيديروا خدمتهم، ولكن راه الافه وقعات. صافا كنتمناو اخويا هاد الناس اللي ضربت لهم طوموبيل تعوضوا، والدراري هادو الا كانوا شدوهم راه يجازيهم كيما جازوا.